أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية السيد محمد علي القائد عن تنفيذ خطة شاملة لتحسين خدمات بطاقة الهوية، وذلك استجابة لملاحظات ومقترحات العملاء الواردة للهيئة والمتعلقة بخدمات البطاقة ومواعيدها وإنجاز معاملاتها إلكترونيا أو عبر الحضور الشخصي لمراكز الخدمة، مؤكدا بأن عملية التطوير ستوفر حوالي 600 إلى 1000 موعد يوميا، وتشمل عملية التطوير على إعادة فتح مركز خدمات البطاقة في عراد وزيادة عدد موظفي المسار السريع وتطوير خدمات بطاقة الهوية الإلكترونية بتسهيل إجراءاتها ورفع الطاقة الاستيعابية لها، إضافة لتقديم مزيد من الخدمات الإلكترونية. كما تشمل عملية التطوير المستقبلية زيادة عدد أجهزة الخدمة الذاتية وتوفيرها في عدد أكبر من المواقع القريبة للمواطنين، وتقديم خدمات التسجيل للمفتاح الإلكتروني المتقدم من خلال منصات أجهزة الخدمة الذاتية. وأوضح الرئيس التنفيذي أن توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتطوير وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين عبر مختلف القنوات والتعامل البناء مع نظام تواصل بالرد السريع والإيجابي على شكاوى ومقترحات المواطنين قد دفع الهيئة نحو تقديم المزيد من الاهتمام لكافة العملاء والاستماع إلى آرائهم واحتياجاتهم.